بالله الله أكبر. ما بين المقاومة هنا والميليشيا هناك مسافة قذيفة، قوة مخيفة تلك الذاهبة للقضاء على تجمعات للميليشيا تحاصر أرض تعز. مخيفة أكثر تلك العائدة ليس لهؤلاء المقاتلين في الميدان فحسب، بل لقتل مدنيين يسكنون المدينة وضواحيها. فعل ورد فعل في معادلة لا تتساوى فيها الأهداف ولا النتائج. حرب ما تزال قائمة يروح ضحيتها حتى الآن أولئك المتعبون من المدنيين، فالطريق إلى الأمان ما تزال وعرة يحاول هؤلاء فقط تعبيدها لهم هذه المرة بأسلحتهم. الوعورة ربما أخذت منهم أحذيتهم أو هم تركوها جانبا لئلا ينشغلوا بها أثناء تقدمهم لغرض فك الحصار عن مدينتهم تعز. فمن وهب حياته لبلاده لا يكون فارقا معه، وفي معركته الحاسمة بالتحديد أكان حافيا أم لا، فكل ما يهم الآن هي المقاومة تحت أي ظرف وأية هيئة. جبهة الضباب واحدة من تلك المناطق الكثيرة في تعز تدور بها معارك مستمرة ودائمة، ولا تهدأ أصوات الرصاص فيها. كل يوم يزداد أعداد المقاتلين في صف المقاومة والجيش الوطني، فلدى هذه الأرض الكثير لتظهره أمام من يحاول وطئها بالقوة. ليس هذا فحسب، بل لديها أبناء يرفضون الخضوع ويتخذون دائما درب المقاومة.